السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبنا الأعزاء، أرانا في الجزء الثاني لمراجعة المنام، يعني هذا الجزء والجزء الذي يليه، وبالتالي ننتهي من حوصلة شاملة لما درسناه في دروس المنام. اسمعني مليحة، في هذا الجزء هو جزء هام جدا، به راح نبدأ نعرف الاستجابة الخلطية والخلوية، الخلايا المتدخلة، الأعضاء المتدخلة، الجزيئات المتدخلة، كل هذا احنا ندرسوه في هذا الفيديو. اسمعني مليح، لتنشيط استجابة خلطية أو تنشيط استجابة خلوية يتوجب تدخل خلايا مناعية مختلفة، الألبي في الخلطية والألتويد في الخلوية. اسمعني مليحة، لكن هذه الخلايا المسيرة للاستجابتين أين تنتج؟ أين تنشأ لأول مرة؟ وأين تكسب قدرة نشاطها وعملها المناعي؟ اسمع، احنا في البداية كازيرنا، هذه الكازيرنا جالها شخص عادي، هذا الشخص العادي خلاص طولوا قدرة ودربوه على رفض السلاح، وبالتالي أصبح له قدرة عن الدفاع العضوية، فأصبح جندي، يعني حتى ولا يقدر يرفض السلاح وقدر ماذا يدافع على الوطن باش ولا جندي. هكذاك الخلايا المناعية، الخلايا المناعية لكي تصبح ذات كفاءة مناعية، يعني ذات قدرة عن الدفاع عن العضوية، حتى تتدرب وتكتسب سلاح، اللي هو هذاك السلاح البي سي ار عند ال بي والتي سي ار عند ال تي. هيا أستاذة بسم الله نبدأ بمن؟ بالأعضاء المناعية المركزية. ما هي الأعضاء المناعية المركزية؟ اسمع، قبل ما نعرفوا الأعضاء المناعية المركزية يلزم تقول لي يا أستاذ واش تدير هذه الأعضاء المناعية المركزية. لعلمك أن الأعضاء المناعية المركزية هي الأعضاء التي تنتج اللمفاويات وتكسبها القدرة عن الدفاع العضوية، يعني الأعضاء المناعية المركزية هي الصح باش تصرى استجابة مناعية، بها انتجنا الخلايا والخلايا هي اللي رايح تدافع على العضوية، يعني الأعضاء المناعية المركزية. اسمع واش نجي نكتب دورها، كونسونتري معايا يا الطالب، هاي دورها نشأة اللمفاويات وإكسابها كفاءة مناعية. خلاص، وش معنى إكسابها كفاءة مناعية؟ النضج، اختصارا نسموها النضج. سيبا، واضحة الفكرة؟ هذه بالنسبة لدورها. أستاذة نروح لرقم 2، أعطيني أنواعها، واش عندي ماذا كأنواع للأعضاء المناعية المركزية؟ روح شوف معايا أنواعها عدنا نقية العظام، وعدنا الغدة التيموسية. خلاص، الغدة التيموسية. أستاذ دوكا نروحو لكل عضو شنو هو الدور نتاعو. نبداو بنقي العظام، لاحظ معايا نقي العظام، كونسونتر معايا نقي العظام واش يدير. نقي العظام دوره هو عليك نشأة الال بي ونضجها، يعني تنشأ الال بي هاي ليك على شكل خلية بريبي، خلاص ال بي طلائعية، بعدها تنضجو، خلاص تنضجو واش تولينا ال بي ناضجة. شيخهم كيف لا مش كيف شوف معايا طربيان، يعني واش عندها؟ عندها بسيارة، مادام نضجت معناتها شكلت لي السلاح تاع هذه الالبي. الالبي هذه تقدر تعرف على المصادر بيان سير، ما تقدرش هذه الالبي تقدر بيان سير عليها، عندها وسيلة تعرف فيها، عندها البسيارة. اسمع، نقي العظام عنده دور ثاني ايضا اللي هو نشأت الالتي. خلاص، نشأت الالتي يعني واش تولي؟ هاي ليك بريتي او التي طلائعية،
واضحة الفكرة؟ أستاذ نقي العظام وشنو هو الدور نتاعو؟ نقي العظام مسؤول عن نشأة الالبي والالتي، يعني نشأة اللمفاويات وإكساب الالبي نضجها فقط بتركيب البيسير. واضحة الفكرة؟ نروحو دوكا للغدة التيموسية. غدة التيموسية، اسمع، الغدة التيموسية عندها خدمة واحدة واللي هي عليك نضج الالتي. خلاص نضج الالتي، راك تشوف هذه الالتي اللي كانت في نقي العظام، هذه الالتي اي تهاجر للغدة التيموسية، عليك تهاجر. شيخ علاه تهاجر الغدة التيموسية؟ باسكو ماهيش ناضجة، تروح للغدة التيموسية باش تنضج. ها كي تنضج هذه الالتي، نضج الالتي تعطينا نوعين من الالتي، تعطينا التي كات وتعطينا التي ويت، سي بون. يعني رايحة تعطينا هاي ليك التي الاولى وهاي ليك التي الثانية. هذه الالتي عندها، ها كونسونطري معايا، عندها تي سيارة مع سي دي كات، على ذيك نسموها التي كات. وهذه الالتي تبعني مليح، وهذه الالتي عندها تي سي ار مع سي دي ويتا، على ذيك نسموها خلية التي ويتا. اسمع، هذه الخلايا سيبون او خدمة الاعضاء المناعية المركزية، خدمة نقي العظام غدة التيموسية، طاوني الخلايا المناعية البي والتي كات والتي ويتا. وهذه الخلايا راهم ناضجين، عندهم قدرة مناعية، ما يلزمش يبقاو مخبيين في الاعضاء المركزية. الجندي كي تعلمو ما يلزمش تخليه داخل الثكنة، يلزم تبعثو لحدود الوطن ولا الحدود الثكنة باش يدافع عليها. لذلك يتوجب ان تهاجر وتغادر الالبي والالتي ويت والالتي كات الى الاعضاء المناعية المحيطية. خلاص هذه الخلايا كلها تهاجر الى الاعضاء المناعية المحيطية. الال بي سي بون، خلاص اكي تعلمتي سي بون، طاني لك بي سي ار، اي روح الاعضاء المناعية المحيطية، الالتي كات والالتي ويت نفس الشيء، وين يروحوا؟ يتجهوا نحو الاعضاء المناعية المحيطية. ها معنى استاذ الاعضاء المناعية المحيطية هالي حاجة الاولى مقر تواجد اللمفاويات الناضجة. ها على باسكو بعد ما تعمل الاعضاء المناعية المركزية وتعطيني لمفاويات ناضجة، يهاجروا الى الاعضاء المناعية المحيطية. خلاص انواعها هذه الاعضاء المناعية المحيطية، انواعها ندو مثالين هامين اللي هي الطحالة، عقد لمفاوية. خلاص عقد لمفاوية. أستاذ كاينة حاجة برك، هذه الأعضاء المناعية المحيطية كي تنشأ اللمفاويات تهاجر ليها، وهذه الأعضاء المناعية المحيطية اللي هي ماذا؟ طيحال وعقد لمفاوية، اللمفاويات رايحة من السلاح نتاعها بي سيار الألبي وتي سيار الألتي كات. هي بصح وشنو هي الفايدة كي راحت لهذه الأعضاء المناعية المحيطية؟ عندها فايدة كبيرة واللي هي مقر، ها مقر حدوث الاستجابة المناعية النوعية. خلاص يعني كي هاجرت هذه اللمفاويات للأعضاء المناعية المحيطية، باسكو في الأعضاء المناعية المحيطية تنطلق الاستجابة المناعية النوعية. سبا شيخ هاي نروحو دوك الحدوث الاستجابة المناعية. يا أستاذ نشأة اللمفاويات ونضجت في نقي العظام والغدة التيموسية، يعني على مستوى الأعضاء المركزية، وهذه الفكرة واضحة. بعد ذلك هجرت هذه اللمفاويات إلى الأعضاء المناعية المحيطية، تمركزت في ماك في انتظار وصول المستضد باش تحدث الاستجابة المناعية. ففي حال وجود المستضد تحدث الاستجابة المناعية. برك باش نتفهموا على حاجة، اسمع فرضا عندنا مستضد، خلاص عليك، وعندنا خالية محولة. أستاذ وش معناها خالية محولة؟ محولة معناها عليك مصابة ولا نقول عليها سرطانية.
ما فهمتاش يا أستاذ، وش معناها مصابة؟ خلية الذات مصابة بالفيروس كما كورونا رو يصيب خلايا الخلايا الرئوية. خلاص زيد الفي اش يصيب الخلايا التيكات، يصيب البالعات. الالتيكات واش تولي؟ تولي خلية مصابة. سيبا شيخ، وخلية سرطانية؟ خلية الذات نتاعي ولات خلية سرطانية، يعني ولات خلية تنتج بروتينات مغيرة للذات. شيخ، والمستضد عادي كفيروس في حد ذاته؟ سيبا اسمعني مليح، اذا دخل هذا المستضد الدم وش راح يثير؟ إثارة استجابة مناعية خلطية. خلاص، والخلية محولة، كي تكون عندنا خلية محولة ايضا تحدث استجابة مناعية، إثارة الجهاز المناعي على احداث استجابة مناعية خلوية. خلاص، هذه الـ LB لاحظ معايا، هاي ليك الـ LB، ها لاحظ معايا، عندها PCR عادي، وهاي ليك عندها PCR قلنا، وهذه بالنسبة للـ LB PCR. أنا لاحظ يا أستاذ أنه هذا البي سي آر يختلف عن هذا البي سي آر، إذا هذه الخلية تنتمي لمجموعة عند هذا البي سي آر تسمى بلمة، وهذه الخلية تنتمي للمة ثانية. أستاذ، شحال عدد خلايا اللي عند هذا البي سي آر؟ شحال عدد خلايا هذه اللمة اللي عند هذا البي سي آر؟ بالآلاف أو بالملايين؟ شحال كاين من الخلية من هذه اللمة اللي عند هذا البي سي آر؟ بالملايين. وشحال كاين من لمة؟ خلاص، كاين ملايين اللمات، يعني عدد كبير جدا. أستاذ، هاي نروحوا بالنسبة للخلوية، أرسم لي تشوف الالتيويت، هاي ليك هذه التيويت، ها التيويت. خلاص، هاي أرسم لي تشوف بالنسبة للتي سي ار، تي سي ار هاو ليك تاع الالتيويت ولا هكذا، هاو تي سي ار، تي سي ار. خلاص، تبعني مليح، اني نلاحظ باللي التي سي ار راه متبدل، ما دام راه متبدل معناتها هذه الخليه تنتمي للمة واحد وهذه الخليه تنتمي للمة اخرى. استاذ، هذا المستضد اعطينا الشكل نتاعو كيفاش داير؟ فرضا يكون هكذا، فرضا يكون عباره عن هذه الجزيئات هكذا، يكون هكذا، فرضا فيروس عنده هذه المحددات. استاذ نسقسيك، ما دام دخل هذا المستضد الخلايا البي الموجودة في الأعضاء المناعية المحيطية الموجودة يعني في الطحال وفي العقد اللمفاوية، تنطلق في إحداث استجابة مناعية خلطية. خلاص، تتعرف على هذه المستضد لمة من اللمات هي اللمة رقم 2. أستاذ لماذا؟ لأن لديها بي سي آر يتكامل مع محدد المستضد، إذن هذه اللمة تسمى بلمة منتقات. طربيان، هذه اللمة يحدث لها عملية تكاثر. خلاص، تحدث لها عملية تكاثر، يعني تزيد في العدد نتاعها. هذه اللمة بعد ما تكاثرت تتروح لمرحلة أخرى واللي هي التمايز، فتعطينا خلايا بلازمية. خلاص، وبعضها تبقى على حالها، التيكات أم خلية بلازمية. الخلية البلازمية واش تروح تدير؟ تعطي لنا آسي، إنتاج آسي، والآسي يكون مماثل في البنية لمن؟ للبي سي آر، يكون مماثل في البنية البي سي آر. هذا البي سي آر اللي تعرفت به، معناتها الآسي يكون كما هو. استاذ، معناتها إذا مستضد كان عنده محددات تتكامل مع اللمة واحد، معناتها هذه اللمة هي التي تنتقى، وبالتالي هذه اللمة هي التي تتكاثر واللمة الثانية لا تتكاثر. خلاص، بالتالي تتكاثر وتتمايز إلى خلايا بلازمية منتجة لآسي مماثل لهذا الجسم المضاد. شيخ، هاي نروحوا للخلية المصابة. إذا خلية المحولة راهي من هذا الشكل، لاحظ معايا، هاي من هذا الشكل، هاي ليك، هاي، ومصابة فرضا بهذا المستضد، بهذا المستضد. في هذه الحالة هذه الخلية تمتلك سياماش تعرضه مع المحدد، تعرض فوقه المحدد. سبب
فتسمى خلية محولة عارضة. اسمع، هذه الخلية شكون تعرف عليها؟ اللمة الثانية للالتويت، لأن اللمة الثانية للالتويت يمكن إحداث تعرف مزدوج، تتعرف بواسطة سير بموقعه الأول على السيماش، وتتعرف بواسطة موقعه الثاني على البيبتيد المصفدي. إذن هذه اللمة هي التي تتكاثر، خلاص، ثم تتميز إلى خلايا LTC، خلاص، إلى خلايا LTC. سيبون، واضحة الفكرة؟ تتميز إلى خلايا LTC. هذه الخلية لا تتميز فتبقى LTWIT. أما هذه الخلية تمايزت إلى خلايا إلى خلية LTC. أستاذ، أنا نلاحظ باللي راهم كاين ثلاث مراحل، راهي كاين أو أحسن شيء نقوله مرحلتين. مرحلة عليك، رقم واحد تعرف وانتقاء، مرحلة رقم اثنان لتكاثر ثم تمايز، خلاص، تكاثر ثم تمايز. سيبا، واضحة الفكرة؟ أستاذة، يا أستاذة، اسمع، هذا الجزء هو الأهم. علاه يا أستاذ؟ عرفنا وين نشأت الخلايا المناعية، عرفنا وين الدات هاي ليك النضج نتاعها، سواء ال بي في نقيع العظام او ال تي في الغده التيموسيه. بعد هذه الخلايا الناضجه تهاجر الى الاعضاء المحيطيه، تتمركز في ماك وتستنى وين تجي هذا المستضد باش تبدا الاستجابه. بعدها هاي ليك في وجود المستضد، ها، اذا كان هاي ليك تحدث ضد استجابه خلطيه، او اذا كان موجود ضمن خليه ذاتيه، يعني هضمته خليه ذاتيه، يعني حدثت اصابه لخليه ذاتيه، تدخل استجابه خلويه. ال بي تنتقل لما من لماتها، خلاص، لتكامل فيها البي سي ار مع المحدد المصدي، تتكاثر تميز تعطينا الاسي. ال تي ويت تنتقل لما من لماتها، هاي ليك، وهي اللمه اللي تحدث تعرف مزدوج مع الخليه المصابه، ها، بالتالي تتكاثر هذه اللمه، تتميز الى خلايا LTC. دوكا واش نروحو نقراو؟ نقراو، اسمعني مليح، نقراو بالنسبه نقراو الاجسام المضاده، دراسه شامله للاجسام المضاده، خلاص، نجو نقراو الاجسام المضاده. سيبا، وبعدها واش نروحو نديرو؟ ايضا نقراو الخلايا LTC. كي نقراو الاجسام المضاده ونقراو الخلايا LTC، معناها رانا كملنا الاستجابه الخلطيه والخلويه. اهم شيء اننا نقوم بدراسه الوسائل الدفاعيه. هاي نجو بالنسبه للاسي، وشنو هي الاسي؟ اول شيء الطبيعه الكيميائيه، خلاص، بروتينات تنتمي لجاما جلوبيلين، هذه رقم واحد، حاجة الأولى. زيد يا أستاذ، رقم اثنين البنية الفراغية، أعطيني البنية الفراغية للأجسام المضادة. لاحظ معايا بالنسبة للبنية الفراغية للأجسام المضادة، سلسلتين هايليك ثقيلتين وسلسلتين قصيرتين خفيفتين، هايليك، ها، اسمع، هذه السلاسل الثقيلة والخفيفة ترتبط بروابط ثنائية الكبريتة. سيبا، اسمعني مليح، هذه السلاسل لاحظ معايا بها جزء ثابت وجزء متغير، هذا واحد، وهذا الثابت رقم اثنان، خلاص، هاي نكتبوا البنية، ها، بنية الفراغية عبارة عن أربع سلاسل بيبتيدية، ها، أربع سلاسل بيبتيدية ترتبط بروابط ثنائية الكبريت، خلاص، سلسلتين منها خفيفة يعني آلة، وسلسلتين منها ثقيلة، خلاص، أشر، ها، أشر. اسمع، نميز في الجسم المضاد
جزء ثابت لثبات تركيبة أحماضه الأمينية. أحماضه الأمينية بين جميع الأجسام المضادة. وجزء متغير، عليك وجزء متغير. هذا الجزء المتغير واش نقولوا عليه؟ جزء متغير يتغير من جسم مضاد لآخر بسبب تغير تركيبة الأحماض الأمينية، وبه مكان لتثبيت محدد المستضد. نسيبه فيه مكان لتثبيت محدد المستضد. يا أستاذ ماذا بك؟ زيد شرح لي أفضل، زيد شرح لي. اسمع، هذا الجزء اللي سميناه الجزء الثابت، الجزء المتغير، علاه يتغير؟ ما دام بروتين كامل معناه هذا الجزء أحماض أمينية. كل جسم مضاد إلا وعنده تركيبة من أحماض أمينية خاصة بهذا الجزء. يعني هذا النوع من الأجسام مضادة وهذا النوع متغيرين. وين متغيرين؟ في هذا الجزء فقط. خلاص، عليه باسكو التركيبة تاع الأحماض الأمينية اللي لهنايا ماشي كيما اللي راهي لهنايا. هذا هو السبب الاختلاف. واش يدير هذا الجزء؟ ينثبتوا به محدد المستضد. والجزء السفلي علاش متمثلين؟ باسكو عندهم نفس الأحماض الأمينية. سب بعد هذا الجسم مضاد اللي قلنا عليه من طبيعة بروتينية وعنده هذه البنية الفراغية، وشنو هي الدورة تاعو؟ وشنو هي نوعيته؟ هذا الجسم مضاد الذي نتج بعد إحدى الاستجابة خلطية، ها ما هو دوره ونوعيته؟ يعمل الجسم المضاد على تشكيل معقد مناعي ACAG، وهذا بالارتباط النوعي مع المستضد الذي حرض الجهاز المناعي على إنتاجه. اسمعني مليح، وشنو هو الدور تاع الجسم المضاد؟ اسمع، راك تشوف هذا الجسم المضاد يرتبط ارتباط نوعي مع هذا المستضد. استاذ زيد اشرح لي افضل. راك تشوف هذا الجسم المضاد، نعاود نجي نرسمه لهنا في الاعلى. اسمعني مليح، نجي نرسمه لهنا في الاعلى، لاحظ معايا. هاولي هذا الجسم المضاد الذي نتج بعد دخول هذا المستضد، يعني هذا المستضد حرض الجهاز المناعي على انتاج هذا الجسم المضاد، بالتالي هذا الجسم المضاد يرتبط فقط مع هذا المستضد، يرتبط فقط مع هذا المستضد. سي بون، واضحه الفكره؟ عليك هذا الارتباط يسمى معقد مناعي ACAG. ACAG معناتها الجسم مضاد لونتي كورا، والاجي معناتها المستضد لونتي جانا. سي بون، هاي وشنو هو الدور دور الجسم المضاد؟ دور الجسم المضاد تشكيل معقدات مناعية ACAG نوعية، وهذا بالارتباط نوعيا مع المستضد الذي حرض الجهاز المناعي على إنتاجه، يعني الذي كان سبب في إنتاجه. هذا الآسي لو كان مدخلش هذا المستضد لا ينتج، معناته هذا الآسي نوعي فقط لمن لهذا المستضد. سبب؟ أسمعني مليح، نجو بعدها سبب النوعية. وشنو هو سبب النوعية؟ سبب النوعية، سبب النوعية هو وجود التكامل بين الجزء المتغير أو جزء تثبيت محدد المستضد في الجسم المضاد ومحدد المستضد. هذا التكامل هو اللي سمح بالارتباط النوعي. شيخ نسقسيك، في المصل نصيبوا جسم مضاد واحد آخر يكون هكذا، هل يمكن الارتباط مع هذا المستضد الموجود في العضوية؟ بطبيعة الحال لا يمكن، لأن جزءه المتغير لا يمكنه تثبيت والتكامل مع محدد هذا المستضد. إذن سبب النوعية وش نقوله؟ سبب النوعية وجود
وجود تكامل تكامل بنيوي بين موقع تثبيت محدد المستضد في الجزء المتغير للجسم المضاد مع محدد المستضد. شكون هو المستضد؟ مع محدد المستضد الذي كان سبب في إنتاج هذا القاسي، هذا القاسي يعني هذا الجسم المضاد. خلاص هذا هو السبب النوعي، يعني وجود تكامل بين هذا الجزء ومحدد المستضد. شيخ نسقسيك، بعد ما تنشط الجهاز المناعي على مستوى الأعضاء المناعية المحيطية لتوفرها على الخلايا المناعية، تم إنتاج أجسام مضادة عاملت على البروتينية ذات هذه البنية الفراغية والتي ارتبطت مع الجسم مع المستضد ارتباط نوعي مشكلة معقد مناعي. لكن يا أستاذ، هذا المعقد المناعي ما هو دوره؟ دوره هو تثبيت نشاط هذا المستضد، يعني إبطال مفعول هذا المستضد. هذا المستضد منع من الانتشار وأبطل مفعوله، يعني فائدة من المعقد المناعي إبطال مفعول المستضد، خلاص، ومنع انتشاره. أستاذ نسقسيك، إذا كان هذا المستضد فرضا فيروس، الفيروس واش يدير؟ ما هي فاعليته؟ يتكاثر على حساب الخلايا، يعني يروح يهجم على الخلايا ويتكاثر. كي يدخل الجسم المضاد ويمنع انتشار هذا الفيروس، واش راه رايح يسمح بمنع تكاثره؟ شيخ بصح، إذا كان سم، السم ما يتكاثرش في العضوية، السم في حد ذاته جزيئة ناتجة من فرضا بكتيريا، سي فون، يعني ما نقدروش نقولوا منع تكاثره، على هذيك نقولوا ومنع انتشاره ومنع تكاثره. ها واش نقولوا بين قوسين؟ إذا كان قابل للتكاثر، للتكاثر. اسمعني بعد، ها شيخ نسقسيك، احنا الجسم المضاد راه مرتبط ارتباط فيزيائي مع المستضد، راهو شد المستضد، بصح هذا المستضد كاباب يفلت، كاباب يغادر الجسم المضاد، وبالتالي كي شغل ما درنا والو. يعني المعقد المناعي هل يقضي على المستضد؟ بطبيعة الحال لا يقضي على المستضد، بل يوقف مفعوله. من هو الذي يقضي على المستضد؟ هي تدخل البالعة، البالعة هي التي تقضي على المستضد. واش نقولوا؟ هالي طريقة التخلص من المعقد المناعي، واش نقولوا؟ تتدخل، ها تتدخل البالعة لهضم هذا المعقد المناعي، خلاص هذا المعقد المناعي ومنه هضم المستضد، ومنه هضم المستضد. برك أستاذ نسقسيك، البالعة كيف تقدر تثبت هذا المعقد المناعي؟ اسمع، البالعة عندها ميزة. ما هي هذه الميزة؟ أن البالعة عليك تمتلك، تبعني مليح، تمتلك مستقبلات غشائية نوعية بقاعدة الجسم المضاد. هاوليك الجسم لقاعدة الجسم المضاد، لاحظوا معي، نوعية لقاعدة الجسم المضاد. وبالتالي إذا قدرت تثبت لي الجسم المضاد، برك حاجة اللي مرتبط مع المستضد، هاليك الذي يكون مرتبط مع المستضد، يعني كي شغل راهي قدرة تثبت المستضد. ما نكذبوش، هي البالعة ثبتت قاعدة الجسم المضاد اللي راه مرتبط مع المستضد، يعني كي شغل ثبتت المستضد. سي بون شيخ، معناها فهمت حاجة، يعني السبب اللي كان في تدخل البالعة هو امتلاكها لهذا المستقبل الغشائي. يعني وش نقوله؟ تتدخل البالعة لهضم هذا المعقد المناعي وهضم هذا المستضد، وهذا لامتلاكها قدرة على تثبيت المعقد المناعي بوجود
مستقبلات غشائية بروتينية تتكامل بنيويا مع قاعدة الجسم المضادة للمعقد المناعي. سبا يعني اللي مد قدرة للبالعة باش تقدر تثبت المعقد المناعي هي هذه المستقبلات الغشائية. يا أستاذ لحد الآن نظن باللي كملنا مع الخلطية، نروحوا للخلوية. اسمع، هذه الخلايا التيسي والذي تم إنتاجها من طرف الاستجابة الخلوية بعد انتقاء لمة من لمات الالتيويتا يتوجب علينا دراستها. أول شيء اللي يلزم نعرفوه ما هي شروط تعرف الالتيسي على الخلية الهدف، وشنو هي الشروط اللي يلزم تتعرفهم الخلية الالتيسي على الخلية الهدف باش تقدر تقضي عليها. أول شيء الالتيسي عليك شروط تدخلها للقضاء على الخلية المستهدفة أنها يتوجب عليها التعرف على أن هذه الخلية المصابة تنتمي للذات، حاجة الأولى، وأيضا مصابة بالمستضد الذي حفز الجهاز المناعي على إنتاجها. الـ LTC يلزم تتعرف على الخلية باللي تاع الذات نتاعها، خلاص، ويزن تعرف باللي هذه الخلية راهي مصابة بهذا الفيروس اللي بسببته تم إنتاج هذه الخلية LTC، خلاص. زيد شيخ، باش تقدر تتعرف على أن هذه الخلية تنتمي للذات وشنو هي المحددات الذات؟ سياماش، يعني الخلية LTC تتعرف على السياماش ومنه تتعرف على أن هذه الخلية تنتمي للذات، تتعرف على البيبتيد المستضد النوعي وبالتالي تعرفت على نوع الإصابة. سبا هي عوض ما تحوس على المستضد هذا، تتعرف غير على المحدد الذي تم عرضه من طرف الخلية المصابة. ومن هذه الخلية ماذا عملت؟ LTC عملت على إحداث تعرف مزدوج مع الخلية المصابة. شيخ سقسيك، شكون اللي مكنها باش تعرف تعرف مزدوج؟ هي الـTCR التي تمتلكه، الـTCR اللي تمتلكه واللي شابه التسيير تاع الالتيويت اللي تعرفت على المستضد الذي تم انتخابها. سبا اسمعني مليح، يعني ماذا نقول؟ شروط تعرف الالتيسي على الخلية التيسي، الخلية التيسي تستهدف فقط خلايا الذات، هذه رقم واحد، خلايا الذات. رقم اثنين، المصابة بالمستضد الذي كان سبب في إنتاج الـLTC، خلاص واضحة، كان سبب في إنتاج هذه الـLTC، هذه LTC، وبالتالي يتوجب على LTC أن تتعرف تعرف مزدوج على عليك واحد خلية الذات، واحد على واحد على CMHR الذاتي، ومنه تتعرف على أن هذه الخلية من الذات. زيد واثنين، وش تعرف مزدوج؟ على CMHR الذاتي وعلى ماذا؟ المحدد المستضدي. وإذا عرفت هذا المحدد، خلاص معناها راهي عرفت باللي هذا هو المستضد، المحدد المستضد عليك، ومنه تتعرف على نوع الإصابة، نوع الإصابة بالمستضد الذي أنتجها. سبا
ها وهذا لامتلاك خلاص ولا احسن شي نقولوا ها يمكنها او تتمكن LTC من التعرف تعرف مزدوج ها امتلاكها لل TCR والذي له موقعين خلاص TCR والذي له موقعين هاي شوفوا بالنسبة للTCR اللي عنده موقعين كونسنتري معايا هاي لك TCR هاي لك خالية LTC LTC باش تعرفها باللي البرفورين هاي يا أستاذ أعطيني بالنسبة لي LTC هاي لك هذا هو TCR تاعها واللي فيه جزئين ها اللي فيه جزئين اللي راهو بالبلو ها موقع واحد خلاص هذا هو الموقع الاول هذا هو واللي راهو بالروجة هو الموقع الثاني خلاص موقع ثاني سيبون الموقع الاول يتكامل مع سيماش الذاتي خلاص هذا مكان هذا الموقع يتكامل غير مع السيماش الذاتي والموقع الثاني واش يدير ها يتكامل مع محددنا المستضد الذي سمح بإنتاج هذه LTC خلاص هذا مكان سيبا يعني أستاذ كي يدخل فرضا عندي خالية تاع ذات هاو سيماش تاعها هذا هو سيماش تاعها دخل مستضد بهذا الشكل دخل مستضد بهذا الشكل معناتها يتعرض لي هذه المحددات سيبا هذه الخالية المحولة تحدث ضد استجابة مناعية تسمح بإنتاج LTC يكون فيها هذه ال LTC كونسنتري معايا TCR جزء الخارجي نتاعو يتكامل مع هذا السيماش والجزء الداخلي نتاعو يتكامل مع هذا المحدد هذا ما كان سي بون واضحه الفكره هذه الخليه ال تي سي باين استاذ باين سي بون هاي نروحوا بالنسبه لرقم 2 الخليه ال تي سي راهي عرفت لنا هذه الخليه المصابه سي بون ديكوفرات هذه الخليه المصابه لا علينا نروحوا لرقم 2 طريقه القضاء خلاص طريقه القضاء ال تي سي كيف رايحه تقضينا على الخليه الهدف اسمعني مليح كيفاش رايحه تقضينا على الخليه الهدف هالي بعد حدوث التعرف المزدوج تقوم ال تي سي بافراز جزيئات البيرفورين المشكله جزيئات البيرفورين وإنزيمات حالة كالجرانزيم خلاص حيث تعمل جزيئات البيرفورين على تشكيل ثقوب أو تشكيل قنوات في غشاء الخلية الهدف مما يسمح بدخول ماء زائد شوارد زائد الإنزيمات ها فتتخرب هذه الخلية عليك وتتدخل البالعة لهضم بقايا هذه الخلايا المخربة خلاص يعني عندي خلية هدف خلاص بعد ما تم إفراز بيرفورينا يحدث لها ثقوب على مستوى الغشاء بالتالي يدخل الماء والشوارد في هذه الثقوب خلاص كي يدخل الماء والشوارد في هذه الثقوب واش رايحه دير مع الانزيمات الحاله واللي رايحه تبرمج عمليه القتل الداخلي سي بون رايحه ماذا
تفنى هذه الخلية، تجي البالعة تتدخل وتهضم منا كل هذه البقايا. يعني أستاذ نقدر دوك نجو نديرو مراجعة سريعة، مراجعة سريعة، اسمعني مليح، كونسونطري معايا دقيقة نديرو مراجعة. عندي أعضاء مناعية مركزية عاملة على نشأة ونضج اللمفاويات، اللمفاويات اللي هي الال بي والال تي كات والال تي ويت، تغادر الأعضاء المركزية تروح للمحيطية. علاه؟ باسكو راهي مقربة للمستضد وراهي متمركزة وتستنى فيه باش تبدأ فمك الاستجابة المناعية. اسمع، إذا كان عندي مستضدة هالي كل خلية محولة لي أيضا مستضدية، هذا المستضد تحدث ضده استجابة خلطية في الأعضاء المحيطية، يتم انتقاء لمة من لمات الألبي معايا اللي فيها البي سي ار كما المحدد، تتكاثر تتمايز تعطينا الاسي. اذا اعطتنا الاسي هذا ذو طبيعه بروتينيه اللي عنده بنيه فراغيه اللي ربع سلاسل زوج ثقال وزوج خفافه، يعني زوج طوال وزوج ثقال، خلاص زوج طوال وزوج قصار، يلتحموا عن طريق روابط ثنائيه الكبريتة، خلاص في جزء ثابت وجزء متغير. الثابت تشترك فيه جميع انواع الاجسام المضاده، المتغير المتغير يختلف من جسم مضاد لاخر خاطرش الاحماض الامينيه تبدلوا. هذا الجسم مضاد يحوس على المستضد ينتشر في السوائل الداخليه كيصيبو يدير معه معقد مناعي. علاه؟ باسكو كاين ارتباط، كاين تكامل بين المحدد هذا المستضد والجزء المتغير. اسمعني مليح، كي تحصلنا على المعقد المناعي هذا المستضد ابطل مفعوله لمنع انتشاره، سبب بصح لم يتم القضاء عليه، تتدخل البالعه عندها مستقبل الغشائي يمكن يثبت يتمكن من تثبيت قاعدة الجسم المضاد وبالتالي تثبيت المعقد المناعي، لذلك تهضم هذا المعقد المناعي ومنه هضم المستضد. وإذا كانت عندي خلية محولة مصابة بفيروس، خلية سرطانية تثير استجابة خلوية على مستوى الأعضاء المحيطية، خلاص ينتقل لما من لمات اللي عندها البي سي ار التي سي ار يتعرف تعرف مزدوج على الخليه، يتعرف على السي ام اش الذاتي ويتعرف على البيبتيد المستضد دي. اك معايا؟ هذيك الخليه هذيك اللمه تتكاثر تميز تعطينا ال تي سي، هذه ال تي سي يلزم تتعرف بالسي التي سي ار تاعها على السي ام اش الذاتي هاليك، وتلزم تعرف على المحدد المستضد. اذا دارت لي تعرف مزدوج رايحه تقضي عليه هاليك بعد ما تفرز البرفورين والانزيمات الحاله اللي حيخربوا هذه الخليه المستهدفه، تدخل البالعة في لافان وتهضم منا هذا الخراب المتبقي، يعني تهضم منا هذه البقايا التخريب. سيبا ان شاء الله بربي تكونوا قد استفدتوا معنا في هذا الفيديو الشامل. يبقى لنا فيديو اخر اللي حنشوفوا فيه التعاون المناعي بين الالتيكات بالعات والخلايا المناعيه، نعرفوا فيه الانترلوكينات ونديروا مراجعه خفيفه على الفياشة. سيبا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.